تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين وبتنظيم مشترك بين النيابة العامة والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر البحرين الدولية الثاني بعنوان استخدامات الذكاء الصناعي في الخدمات القضائية والعدلية والمنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد أكد سعادة النائب العام خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر أن استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في المجالات العدلية والقضائية يعد أحدث سبل تطوير العمل القضائي وتعزيز القدرات في الأعمال القضائية والإدارية، حيث عكفت النيابة العامة منذ نشأتها على تطوير وتحديث منظومة العدالة لمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي مستعينة بالمؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وهو ما تبلور في انعقاد هذا المؤتمر الذي يعد الثاني من نوعه في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء. ومن جانبه فقد أشار الدكتور جاسم حجي رئيس المجموعة الدولية للذكاء الاصطناعي ومستشار الذكاء الاصطناعي والبيانات بمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني بأن مملكة البحرين صنفت في المرتبة 56 من بين 181 دولة، وأحرزت المرتبة 5 من بين دول مجلس التعاون وفقا لمنظمة أكسفورد إنسايت البريطانية. هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المؤتمر حتى يوم غد الأربعاء، ويتحدث خلالها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين حول تداعيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات والأحكام القضائية، مع استعراض التجارب الدولية السابقة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء. فمن شك أن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة وتحديدا في أعمال النيابة العامة بل والقضاء عموما هو ارتقاء بأساليب العمل القضائي التي نرمي منها إلى سرعة الإنجاز مع تحقيق المساواة في التقدير والتقييم، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب واقعيا وقانونيا، فتلك هي عناصر العدالة الناجزة التي نبذل بلوغها أقصى الجهود لرفع المستوى العلمي من خلال التدريب والتثقيف وتنمية القدرات ولتوفير الدعم التقني والفني بما من شأنه تعزيز قدرات النيابة العامة. لهذا ومع اهتمام النيابة العامة منذ نشأتها على التطوير والتحديث، كان من الضروري الالتحاق بركب التقدم التقني، ومن ثم رأينا الاستعانة بمؤسسات ذات خبرة معروفة وخبراء مشهود لهم عالميا، فكان تنظيمنا لهذا المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير ومعهد الدراسات القضائية والقانونية ليكون ثاني مؤتمر ينعقد ويعنى بالنظر في مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء. واليوم يكتسب هذا المؤتمر أهميته بمشاركة هذه النخبة المتميزة من الخبراء الدوليين والمحليين والذين سيثرون هذه الفعالية بتجاربهم وخبراتهم العملية وما سيقدمونه من مقترحات وتوصيات تساعدنا على تحقيق طموحنا في تطوير الأداء في منظومة العدالة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال.